ما حكم البيعة عند أخت زوجي وهو راضي ويقول اذهبي وأنا راضي ما دامت إخواتي كلهم موجودين وهو مسافر؟ لا بأس. إذن ما المانع يا أخت إيمان؟ إذا كنت تقصدين حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في بيت غير بيت زوجها فهي زانية، فهذا الحديث ليس على الظاهر الذي تفهمينه، إنما فعل ذلك تأهبا لفعل المحرم. أما عن حديث معارض أيضا في هذا الباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده.